محافظ بنك الجزائر يؤكد الاستقرار النسبي للوضع المالي للبلاد بفضل مختلف الإجراءات المتخذة خلال عرضه لبيان حول التطور النقدي والاقتصادي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. وزير العمل يلتقي ممثلي الكنابست ويدعو إلى إيجاد أرضية توافقية في إطار الحوار والتشاور والتحلي بالمسؤولية. بقصر المعارض افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك والصالون الدولي الأول للكهرباء والطاقة المتجددة. إشادة بتجربة الجزائر في إطلاق القمر الاصطناعي الكومسات واحد خلال أشغال المنتدى الإقليمي للتنمية للبلدان العربية حول التكنولوجيات الجديدة. أخبار الخامسة مشاهدينا، أهلا بكم في كل مكان. بداية، استأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني أشغاله بجلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة بحضور وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، خصصت لعرض ومناقشة بيان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال حول التطور المالي والنقدي للجزائر خلال سنة 2017. محمد لوكال، وبعد أن قدم المؤشرات الاقتصادية والنقدية للجزائر سنة 2016، أكد أن الوضع المالي لسنة 2017 عرف استقرارا نسبيا مقارنة بالسنوات الفارطة رغم تواصل تراجع سعر البترول. لوكال أكد أيضا أن احتياطات الصرف قدرت ب 97 مليار دولار فاصل ثلاثة حتى نهاية 2017، مضيفا أن القطاع العمومي الاقتصادي ارتفع بنسبة 9.3%، كما ارتفع أيضا معدل نمو القروض الموجهة للاقتصاد إلى 12.3%. خلال 2017 بلغ معدل نمو القروض للاقتصاد 12.3%، أي ارتفاع بمبلغ 973 مليار دينار ليبلغ حجم القروض 8883 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017. منحة البنوك 973 مليار دينار قروض إضافية في سنة واحدة. دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار خدمة لمصلحة التلميذ والوطن. زمالي وفي لقائه ممثلي الكنابست دعا أيضا إلى ضرورة احترام قوانين الجمهورية وقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب واستئناف العمل. قلنا لهم اليوم في هذا اللقاء ماهوش لقاء اللي ندرس فيه المطالب تاعكم. احنا راه كاين مبدا هو ان العداله قررت باللي هذا الاضراب تاعكم غير شرعي، وكانت قررت من قبل اضراب تاع في ولايه بليده وتيزي وزو وبجايه غير شرعي، بدون ما نطرق الى شرعيه المطالب ولا غير شرعيه المطالب، هذا ما ندخلوش فيه. كاين قرار تاع العداله، طلبنا منهم باش يحترموا هذا القرار، يعني يستأنفوا العمل ويعني يوقفوا هذا الإضراب حتى يكون استجابة القانون. وقلنا لهم بني الجزائر قبل كل شيء، أبناءنا قبل كل شيء، مصلحة الوطن وهذه الفتنة ما تخدم حتى طرف. عقد اليوم رئيس الجمعية الوطنية للأساتذة الممارسين الاستشفائيين عبد المجيد بساحة ندوة صحفية تطرق فيها إلى عدد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، لا سيما إضراب الأطباء المقيمين الذي لا يقع حسبه على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيضا. كما دعا وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى التدخل لمراقبة الوضعية القانونية لبعض نقابات القطاع. وبالمناسبة دعا إلى التنسيق بين كل الفاعلين في المنظومة الصحية لإيجاد الحلول المناسبة والإنصات لمطالب الأطباء المقيمين للخروج من الأزمة.
في خبر آخر، افتتح اليوم وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك والحركة الذي سيدوم إلى غاية السبع 14 من الشهر الجاري. الطبعة التي تشارك فيها هولندا ضيفة شرف تهدف إلى تقييم واقع السلسلة اللوجستية بالجزائر بعد الاستثمارات الضخمة التي خصصتها الدولة من أجل تطوير البنية التحتية. وبقصر المعارض سافكس نبقى، حيث انطلقت اليوم فعالية الصالون الدولي الأول للكهرباء والطاقات المتجددة الذي يدوم 4 أيام. الطبعة التي تهدف إلى إبراز أهم التحديات المستقبلية والمستجدات في مجال الطاقة غير التقليدية، يشارك فيها أكثر من 100 متعامل من منتجين ومختصين في التجهيز ومتعاملي التزويد الكهربائي. كما ستعرض هذه الطبعة أحدث التكنولوجيات في مجال التجهيزات الكهربائية المنزلية والحلول الطاقوية البديلة. انطلقت اليوم بالجزائر أشغال المنتدى الإقليمي للتنمية للبلدان العربية حول التكنولوجيات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات. المنتدى يسعى إلى بحث سبل تطبيق التوجيهات الاستراتيجية للبرنامج العملياتي الإقليمي للفترة ما بين 2018-2021، بما في ذلك تنفيذ المبادرات الإقليمية الخمسة التي تم اعتمادها خلال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المتعلقة بتأمين استخدام الإنترنت والمدن الذكية وتوسيع دور الاتصالات في حماية البيئة والتنمية المحلية عبر استخداماتها في التعليم والصحة. وبالمناسبة، ثمن المشاركون مكسب الجزائر بإطلاق القمر الاصطناعي الكومسات 1. يشارك وزير الطاقة مصطفى جيتوني في المعرض الدولي الثاني للبترول الذي انطلقت فعاليته اليوم بمصر، حيث يشكل أرضية لتبادل وجهات النظر بين مختصين في الصناعة البترولية والغازية حول فرص الاستثمار وتطوير أسواق البترول والغاز، وكذا تكنولوجيات وهندسة الطاقة بالإضافة إلى التنمية المستدامة. هذا ويشارك جيتوني في اجتماع وزاري يحضره العديد من نظرائه لمناقشة المواضيع المتعلقة بالحاجة إلى تنفيذ شراكات وتعزيز الأساسيات الاقتصادية للصناعة الطاقوية والبترولية لخلق الثروة مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة. ويشارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ابتداء من غد في الدورة 41 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي تدوم يومين بروما الإيطالية. الدورة تناقش جملة من القضايا، منها التحديات التي يواجهها الصندوق الدولي في الدولي في العمل بفاعلية في الأوضاع الهشة، وكذا الاستثمار في شباب الريف. تجسيدا لاتفاقية تعاون وتبادل للخبرات والتكوين المتواصل في مجال الشرطة العلمية المبرمة بين الجزائر وألمانيا، استقبل اليوم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل رئيس مصالح فيدرالية ألمانيا ديتر رومان. وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الشرطة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة. وبالمناسبة قدم الهامل هدية رمزية لنظيره الألماني. اليوم السيد المدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية في إطار تعاون ثنائي، وهذه الزيارة تندرج في تدعيم هذه الشراكة الأمنية الموجودة بين شرطتين. يتجسد التعاون الثنائي في تبادل المعلومات، تبادل التجارب، وتبادل الخبرات. ونقدر نقول باللي مع الشرطة الفيدرالية الألمانية فيها تعاون يعني مليح كثير. سبق لي أن زرت الجزائر سنوات مضت، كما كانت للواء فرصة زيارة ألمانيا في سنة 2016. هذا اللقاء يعكس مدى قوة هذه العلاقة، خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.
تنمويا الآن تعرف ولاية بشار عدة مشاريع استثمارية محلية في إنتاج مواد البناء. العينة مركب صناعي لإنتاج المواد الحمراء بقدرة إنتاجية تقدر بحوالي 100,000 طن سنويا، ويشغل أكثر من 120 عاملا من المنطقة. التفاصيل مع غنية وعدية. الطاقة الإنتاجية لهذا المركب الصناعي لإنتاج المواد الحمراء ببشار تقدر ب100,000 طن سنوياً، ومنذ دخوله حيز الخدمة ساهم في خفض سعر المنتوج على المستوى المحلي بنسبة 30%. إضافة إلى الامتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمرين بالجنوب، الهدف هو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي على مستوى الولاية، أولاً لتغطية حاجيات المنطقة لتصدير الفائض إلى ولاية الشمال، والدخول مع هذه الولايات في الشمال بجودة المنتوج. المركب يعمل بالشراكة مع جامعة بشار ويساهم بشكل كبير في التكوين الميداني للطلبة. اقترحنا على مديرية التكوين المهني والجامعة لتكوين الميداني خاصة طلبة الجامعة المهندسين، يعني في التكوين التطبيق الميداني على مستوى المصنع، وخاصة في التخصصات الحديثة يعني مثل الاوتوماتيزم والبرمجة. احنا هنا في إطار إيجاد حلول في بعض الأحيان فيما يخص المشاكل والتي في بطبيعة الحال يتعرض لها المصنع ولا أي مؤسسة صناعية، وأيضا في إطار مشاريع البحث الموجودة في الوقت الحالي مع مخابر البحث الحالية. من بين الأهداف المسطرة بالمصنع بلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب300,000 طن سنوياً، حيث يجري الأعداد لإنجاز مركب صناعي جواري لهذه الوحدة التي تشارك في الحركية الاقتصادية بتغطيتها لجزء كبير من السوق المحلية. وري الثرى أمس بمقبرة سيد محمد الدباغ بتيبومون جثمان شيخ زاوية الدباغ الحاج محمد بن عبد الرحمن الدباغي الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 84 عاما. مراسم الجنازة حضرها إلى جانب السلطات الولائية مئات المريدين وشيوخ الزوايا والمواطنون. الفقيد كرس حياته لخدمة القرآن وتدريس علوم الشريعة وأصول الفقه المالكية. إن لله وإنا إليه راجعون. والدنا المرحوم الذي فقدناه إمام في الشؤون الدينية، إمام مسجد جمعة منذ 1/1/63، يعني بعد الاستقلال مباشرة، ومنذ ذلك التاريخ لم يتخلى عن إمامة الناس في الصلاة والتعليم القرآني وإصدار الفتاوى الصحيحة وتعليم الناس الدين وتقديم النصح والمشورة للمتخاصمين وبذل الإحسان والبر للمحتاجين. الحقيقة يوم جاي صعب على المنطقة بشكل خاص وبالجزائر بشكل عام، أنها فقدت قطب من الأقطاب الربانية في العلم والتنوير لهذه المنطقة، وهو سيدي محمد الحاج الدباغي. كان من الأوائل اللي في تأسيس الزوايا والمنطقة، وتربى على يد الشيخ محمد بن الكبير رحمه الله. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا: العراق يعلن حاجاته لأكثر من 88 مليار دولار لإعادة الإعمار، والأمم المتحدة تؤكد أنه سيدعم أسعد العودة الطوعية للنازحين. أهلا بكم من جديد. دوليا وفي الملف السوري، يجتمع اليوم مجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين. ويطالب مشروع القرار الذي قدمته كل من السويد والكويت الإنهاء الفوري للحصار بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية. ويلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بسماح بعمليات الإجلاء الطبي
الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ. بدأت اليوم بالعاصمة الكويتية أشغال المؤتمر الدولي حول إعادة أعمار العراق بمشاركة 75 دولة ومؤسسات تمويل وطنية إقليمية ودولية. وقال سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي إن بلاده تحتاج إلى أكثر من 88 مليار دولار لإعادة الإعمار. تفاصيل مع العربي بن سلام. نحو مرحلة الاستقرار التي تعيد العراق كطرف فاعل ومؤثر في الساحة الدولية، ووفق رؤية جديدة للإعداد لمرحلة البناء والإعمار، جاء مؤتمر الكويت بمجموعة من المؤتمرات الجانبية وعلى مدار 3 أيام في محاولة لجمع الإسهامات المالية بعدما عانى البلد من خسائر بشرية ومادية كبيرة جراء الحرب ضد تنظيم ما يسمى بداعش طيلة 3 سنوات. وزارة التخطيط العراقية كانت قد أعدت دراسة لحصر كل مستلزمات الإعمار. حددنا حجم الأموال التي يحتاجها العراق لإعادة الإعمار تقدر ب 88 مليار دولار. بالتأكيد يعني هذا المبلغ يعني لا يمكن تلبيته بوقت واحد، هو بحاجة إلى فترة طويلة، ولكن نحن لدينا خارطة الطريق حددنا بها الأولويات التي نبدأ بها. اليوم الأول كان لاجتماع خبراء رفيعي المستوى ثم فتح المجال لمؤتمر المنظمات غير الحكومية، وفيه أعلن عن جمع تعهدات بلغت قيمتها أكثر من 330 مليون دولار. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توقعت أن يدعم مؤتمر الكويت العودة الطوعية للنازحين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية ضد الإرهابيين، وهذا بعد إعادة تأهيل البنى التحتية للبلاد، وقبلها وكما جاء على لسان ممثل المفوضية العمل على إعادة الإنسان العراقي إلى المجتمع. ونختم أخبارنا بالرياضة، حيث أسدل الستار أمس بقاعة حرشة حسن بالعاصمة على فعاليات كأس العالم لمبارزة سيدات اختصاص سيف الحسام بتفوق المنتخب الإيطالي بطل العالم في هذا الاختصاص. تقول دنيا حجاب. عمالقت هذا الاختصاص بطلة العالم الإيطاليات والألمانيات، اكتفى المنتخب الجزائري بكسب الخبرة والتحضير للألعاب الإفريقية للشباب الصيف المقبلة بالجزائر. صحيح أنه مع الفريق البلجيكي المباراة كانت لازم تكون صعبة، أنه الفريق البلجيكي ما هوش بعيد علينا في المستوى، معليش نهزمنا بنقص الخبرة لأنه نص الفريق مشكل من شبليات، هذا ما يفسرش يعني حتى الهزيمة يعني كانت نوعا ما قاسية، لكن الهزيمة اللي ما تقبلتهاش هي الهزيمة مع ضد الفريق المصري، لأنه كنا قادرين على العموم أنه نفوز بالمباراة ولا أنه نتيجة تكون يعني متقاربة جدا. 6 منتخبات نشطت هذه الكأس لتعود الكلمة في الأخير للمنتخب الإيطالي بعد مواجهة صعبة في الدور النهائي جمعته بنظره الألماني. نحن جد سعيدات بهذه الميدالية أمام النهائي صعب ضد الألمانيات. كأس العالم جرت في ظروف تنظيمية محكمة، وتبقى مثل هذه التظاهرات فرصة للرياضيين للاحتكاك وكسب الخبرة من أبطال هذا الاختصاص. أخبارنا تمت مشاهدينا، قبل أن نفترق تذكير بأبرز العناوين. محافظ بنك الجزائر يؤكد الاستقرار النسبي للوضع المالي للبلاد بفضل مختلف الإجراءات المتخذة خلال عرضه لبيان حول التطور النقدي والاقتصادي أمام المجلس الشعبي الوطني. وتابعنا وزير العمل يلتقي ممثلي الكنابست ويدعو إلى إيجاد أرضية توافقية في إطار الحوار والتشاور والتحلي بالمسؤولية. وبقصر المعارض افتتاح الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنقل واللوجستيك والصالون الدولي الأول للكهرباء والطاقات المتجددة. إشادة بتجربة الجزائر في إطلاق القمر الاصطناعي الكومسات 1 خلال أشغال المنتدى الإقليمي للتنمية للبلدان العربية حول التكنولوجيات الجديدة. شكرا على كرم المتابعة، دمتم بخير.